50 سيارة بشحمه موجودين بهنجار مسكر بحلب، وكالة السيارات نقشت مثل ما هي، وفوقهم 100 شاشة 40 بوصة، هدول من مول كبير كمان نقش. والله هي ضربة محرزة، بس تقيلي علي شوي. ها لا يا حبيب، لا كبيرة ولا شيء، السيارة ب 50,000 والشاشة ب 5,000، يعني قشة لفة ب 3 مليون، حلوين وفيهم بركة. والتوصيل؟ مليون زيادة، تعرف حواجز على الطريق مشكل ملون، نحن ما مندفع شيء لنستلم. شو رأيك بيرو؟ والله يا معلمي ربحة ما فتح ورزق، هاي السيارات مرغوبة وبياعة كتير، يعني بالميتة 100,000 ليرة للسيارة الوحدة. ها؟ يعني 5 مليون. وإذا فرطنا كام سيارة منربح بالقطع لحالة دبل، وشايف إذا بتنمرون احكي بالمليون وطلوع. بعدين حبيبنا الشاشات هيك هيك انت ربحان فيهم، ما اصلا شايلهم بتراب المصادر. والله هي بدك تتركني خرطشة براسي شوي، وهي مليونين ورقة لازم خرطشيني من الفرن. بس شوف لهلا صار ما صار، حسابي معك لك انت، ما بعرف غيرك. لا يا حبيب، الحساب الوحيد اللي راح يكون بيناتنا هو العملة. لك وحياة معتصم وموفق لنكيف. لك وانا هيك عم اقول لحالي، انت شكلك زلمة معدل وأكابر وأصلي، والفاينة ما بتطلع منها. شو بنا حبيب؟ شو أول مرة؟ تسليم والاستلام مطرح ما اتفقنا؟ مطرح ما اتفقنا، وأي تغيير بخبرك دغري. سلام. يسر يا حبيب القلب، خلينا نشتغلك. الله معه الأكابر. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. حضرتك السيد معتصم؟ زادوا حبيب القلب، أمرني. احنا سمعنا عنك كل خير، جايينك بمصلحة. منو انتو بلا صغرار؟ اهلا رفيق، لك نورت المكتب والله، ميت اهلا وسهلا عمي. المهلي فيكن. شرف حبيب القلب، ان شاء الله تعود. زيدك شرف. اخي معتصم، مثل ما بتعرف هالايام السيارات الامنية صارت مشموسة ومستهدفة. مزبوط. وعناصرنا طوال الوقت عم يبقوا بخطر لما عم تنعرف سياراتهم. مشان هيك عم ناخذ من السيارات العادية. ويفضل يكونوا من الأنواع اللي عم يركبوها المسلحين، يعني بيكون أمان وحماية لناصر تبعنا أكثر. لك يا عيني علي، والله كأنك قاعد بقلبي. نحن سمعنا عن شغلك وشطارتك كثير بصراحة يا أخ معتصم، وقاصدينك أنت تأمن لشبابنا كم سيارة، ونحن عم ناخذ من مكاتب عادية منعا لأي شك يصير. خادم عمي، أنا خادم للأوادي، بس يعني قل لي أنتوا كم سيارة حاطين ببالكم؟ أخي 10 مبدئيا، إذا كانوا نضاف نضل بنسحب من عندك. ايش علي؟ ومشان السعر لا تاكل هم، ما بتكون الا مبسوط باذن الله. لك الله يسامحك، مين بيفاتش معكم على السعر؟ عم يشوف لالا، هلا في بين ايدي كم وحده، وبعد كم يوم جايتني دفعه على كيف كيوفه. عظيم هالكلام. اصبح بكره انا بجي وبعاين الموجود. وبعدين شو بيجيك بناخذ منه ان شاء الله. خدام حبيب القلب. بس اخ معتصم، ما في داعي ننبهك على السريه والحذر، انت بتعرف شو الوضع. لك روح الله يسامحك، لك تلاميذكم نحن ولو. الله يحميكم وينصركم. الله يسلمك. يلا بالإذن يا شباب. يسر يا حبيب القلب، روح الله يحميك. علي الحرام على لحظة كنت بدي كومه. لو شفت ليش ما بدي تطلع من بيتك هاليوم. بتعرف ما كتير حبيته. لك يا سيدي انت لا تحبه، تركني انا حبه. هلا هيك حبه سيدنا، حبه على كيفه. لك يا حري حريشك شو ضويش. سلام. يسر الله معك، دير بالك على حالك. ها